السلام عليكم. اليوم راح أسوي سمبوسة السبانخ. السبانخ مغسول ومفروم، حطيته بمقلاة على النار حتى يذبل وتنشف ميته. استمريت بتقليب السبانخ إلى أن أصبح بهذا الشكل، المية نشفت تماما. ضفت مقدار من الزيت في مقلاة، راح أقلي البصل إلى أن يصير ذهبي وأضيف بعدها السبانخ. ضفت شوية من الملح حتى يساعد على البصل انه يذبل. هذا الشكل المطلوب. هنا انا نزلت السبانخ، راح ابدي اقلبهم وبعدها اضيف البهارات. راح أضيف شوية من الكمون وشوية من الفلفل الأسود. طبعا البهارات تنضاف حسب كمية السبانخ. كمون وفلفل أسود. طبعا الاستمرارية بالتقليب حتى ينشف المي. هنا أنا ثرمت مخلل الشلغم، راح أضيفه على السبانخ المطبوخ، بس لازم نتأكد أنه تنشف المية تماما. راح أضيف شوية من السماق على السبانخ، ينطي طعمة حامضة. راح أخلط السماق مع السبانخ وأطفي تحت المقلاة وأنتظر إلى أن يبرد، وأبدي بالمرحلة اللي بعدها. مزجت ملعقة أكل طحين مع مقدار من الماء، خلطتهم مع بعض وأصبحوا بهاي الكثافة. هذا الخليط راح أستخدمه ألصق بأوراق السمبوسة حتى ما ينفتحون عندي أثناء القلي. راح أخلط الشلغم المفروم مع السبانخ. طبعا السبانخ أني بهاي المرحلة كلش بارد، ما أحشي السمبوسة وهو حار لأنه يذبلها وتصير جدا طرية، يعني ما ينفع، لازم تكون ناشفة وبنفس الوقت يكون يعني جدا بارد. هنا أنا راح أدهن الإطار مثل ما شفتوا. طبعا أنا عملت عدة أشكال من هاي السمبوسة، ما حبيت شلون يعني طريقة يعني تركيبتهم.
أحلى شي طلعت عندي هاي، يعني فد شي متناسق. هاي أني فرزتها، الزيت لما تريدون تقلوها لازم يكون كلش حامي، ما تاخذ من عندكم دقائق وتتحمر. ممكن تدهنوها، تدهنون وجهها وتدخلوها بالفرن للي ما يحب كمية كبيرة من الزيت، أو اللي ما يحب يقلي. أيضا الشوي جدا رائع وحلو، إن شاء الله في يوم أجربه وياكم. الحشوات أنا أستخدم عدة أنواع من الحشوات بهاي النوع من الأوراق. إن شاء الله أقدم لكم إياها بفيديوهات قادمة. تشوفون شلون ما أخذت وقت طويل، يعني مجرد ما يكون زيت غزير يحمى الزيت تنزلوها، يعني ما تلحقون. إذا عجبتكم الوصفة أتمنى أن تشاركوها مع أصدقائكم، وإذا أنتو أصدقاء جدد أتمنى أن تدوسون سبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد. طبعا مقرمشة وحتسمعون صوتها. صحتين وألف عافية على قلوبكم.